المرة دي هنعمل تقفيل سريع للبرنامج. البرنامج لسه فيه حاجات كتير هتتعمل، بس عشان الوقت وعشان احنا كده حققنا جزء من البرنامج، المفروض ان هو كده ممكن يشتغل مع اي حد. الحاجات التانية هنضيفها بعد التقفيل ان شاء الله. عندنا هنا النموذج الشيفت زي ما شرحناه قبل كده في كذا مكان. هو نموذج بيلغي عملية الشيفت. لما انت بتفتح البرنامج لو ضغطت على شيفت احيانا بيفتح معاك البرنامج بيتجاوز الحماية. طبعا هنعمل الحماية دي الاول وهنشوفها ازاي، وبعدين هنستورد نموذج الشيفت اللي هيساعدنا في الموضوع ده. عندنا هنا النموذج الرئيسي في البرنامج، هو نموذج دخول المستخدمين، هو النموذج الرئيسي في البرنامج. ده نموذج اول نموذج بتخش عليه تدخل اسم المستخدم وكلمه السر. طيب دلوقتي لو عملنا النموذج ده اسم في نسخه 2000 وفي نسخه 2007 وما بعدها، بيبقى فاضل عندي ظاهر بيبقى ظاهر عندي جزء من القوائم وخلفيه اكسس بتبقى شبه ظاهره معاه. طيب عشان احنا نتجاوز المرحله دي بستعمل نموذج تاني عشان يداري على الخلفيه، ويكون النموذج ده بس هو اللي موجود في النموذج ده موجود في الخلفية، يستر شاشة اكسس والبيانات اللي موجودة فيها، لأن الموضوع ده بيتطلب كتير. نشوف هنعمل نموذج فاضي هنسميه مثلا الخلفية. وفي التنسيق ده هنحط الصورة اللي احنا عايزينها. نختار مثلا الصورة دي. نخليها تمدد. ونخلي عند الفتح. عند الفتح يفتح لأن نموذج كامل الصفحة. نخليه برضك نموذج منبسط. نشوف النموذج ده لما يفتح هيبقى شكله عامل ازاي. طيب عايزين نشيل الشريط بتاع الخلفية والشريط بتاع الاستبدال اللي موجود تحت. محدد السجلات لا، اللي هو اللي كان موجود في الجنب. زر الانتقال اللي كانت موجودة تحت لا. ممكن نخلي عند الإغلاق إنه يقفل البرنامج كامل عشان يفضل معانا الجزء السفلي من الشاشة ظاهر،
او نشيل الشريط ده بتاع الخلفيه اللي موجود فيه العنوان، اللي هو نخلي نمط الحدود بلا كده، غطى معايا كامل الشاشة. لو عملنا نمط الحدود رفيع نخليها بلا، عاوزين عند النقر على الخلفية يفتح معانا نموذج الواجهة، ولا كان اسمه ايه؟ الواجهة عند النقر، نروح على الواجهة برضك ونخلي عند إغلاق الواجهة يتم إغلاق البرنامج عشان كده ما يتمش اختراقه. عند إغلاق، عند الإغلاق ونروح برضك على الخلفية عند الفتح، عند الفتح يقوم فاتح نموذج دخول المستخدمين. كده احنا جهزنا البرنامج، بس ما لسه موضوع الشفت ما جاناش عليه. نخش على خيارات البرنامج، ورقة البيانات، عرض جزء الانتقال اللي هو الجزء ده، السماح بالقوائم، السماح باختصارات، قائمة مختصرة، نقفل البرنامج ونعيد فتحه. إلى الآن لسه ما عملناش موضوع الشيفت، بفتح عادي بدون أي شيء. ما اخترناش شريط الجزء اللي هيظهر، النموذج اللي هيظهر اللي هو نموذج الخلفية. ثواني، كان ممكن تتعمل في المرحلة اللي فاتت. النموذج، نموذج الواجهة أو الخلفية،
إن عملنا لما يفتح نموذج الخلفية هيقوم فاتح معاه دخول المستخدمين، ومن دخول المستخدمين نضيف اسم المستخدم وكلمة السر كده دخلنا على الواجهة. كده تم تقفيل البرنامج. نعمل دخول اسم المستخدم، شفت ظهرت واختفت تاني. لو اتكينا هنا على الواجهة تقوم ظاهرة معانا تاني. طيب دلوقتي احنا في المرحلة دي لو عملنا اغلاق راح اقفل البرنامج كامل. دي الاكواد اللي احنا عملناها. لو ضغطنا شيفت اثناء فتح البرنامج بيتجاوز نقطة الحماية اللي احنا عملناها دي، ودي الحاجة اللي هنعملها في المرحلة التالية هي الغاء الشيفت. هنعمل استيراد للنموذج اللي موجود معانا في البرنامج التالي، استيراد بيانات خارجية من ملف اكسس، ونخش على نفس الملف بنخش تاخده من جوه تمكين والغاء الشيفت. هو نموذج واحد، طبعا النموذج فيه اكواد كتير عشان كده انا عملت النموذج ان احنا نستورده احسن ان نكتب الاكواد. في كمية اكواد كبيرة هتقوم باخفاء الشيفت، وتمكينه واخفاء الجداول واعادة اظهار الجداول، وزر عاملين الإغلاق عشان يتم إغلاق النموذج من خلاله. هنا في الزر ده بتاعي، ده زر فاضي مش أي لازمة. نموذج الشيفت النموذج ده مشروع في جزء مستقل على البرنامج، ممكن ترجعوا له. دلوقتي عايزين نربط النموذج ده بدخول المستخدمين، يبقى عندك كلمة سر محددة هيعرفها مصمم البرنامج بس بيتم الدخول للنموذج ده عشان يعرف يخش البرنامج تاني. طبعا دلوقتي احنا لو عملنا إلغاء للشيفت معندناش نعرف ندخل البرنامج نهائي، فلازم نعمل مدخل يدخل منه مصمم البرنامج. هو كل واحد وطريقته ازاي يعمل المدخل ده، ممكن واحد يعمله من الداخل، زر في الداخل دخول المستخدمين، جانا نموذج الشيفت، نعمل كود قبل كلمة السر، طبعا لازم يكون قبلها، هنقول F. هو نفس الكود اللي احنا عملناه، هو ناخد ده كوبي حتى كنترول سي، يبقى في حال لو كلمة السر ساوت. طيب نشوف، لو ان واحد ساوت مثلا سيد وان اتنين ساوت من 1 لـ 9 يتم الدخول لنموذج الشيفت اللي احنا قلنا عليه دلوقتي. النموذج ده
يقدم من دخول نموذج الشيفت ويغلق المستخدمين، والا لو ما كانش الشرط ده تحقق يخش على البرنامج عادي يشوف لو كلمه السر ساوت كلمه السر ويفتح الواجهه، يفتح الواجهه ويقفل دخول المستخدمين. نقفل البرنامج، نتاكد الاول، اول حاجه ان اللي احنا عملناه ده عملناه مظبوط، دي مهمه جدا، نقطه مهمه جدا في البرنامج، لازم نتاكد الاول من الحتة اللي احنا ادخلناها دي، لان لو في عندك هنا غلط ممكن تخسر البرنامج كامل، ما عادش تعرف ترجعه تاني. هنخش بيسيد وكلمة السر اللي احنا عملناها لاختراق البرنامج. فتح لي نموذج الشيفت. دلوقتي هعمل الغاء لعمل الشيفت، واخفاء للجداول والاستعلامات، تمام، وبقفل النموذج ده. في عندي برضك هنا حماية تانية، نوع من الحماية برضك لازم نعمله. عندنا هنا الاكواد لازالت ظاهرة زي ما انتم شايفين كده، ممكن اخترق الاكواد. طيب احنا هنعمل نوع من الحماية تاني، هنخش على الفيجوال بيزك، ومن تولز برودكت من صح كلمة السر 1 2 3 1 2 3 كده البرنامج تمت حمايته. الأكواد ما عادش هتظهر، تعال نشوف. نقفل البرنامج كامل ونحاول نفتحه تاني. طيب أنا بحاول أفتح البرنامج وأنا بضغط على الشيفت. طبعا النموذج ده، نموذج الشيفت ده مبيتبعتش مع البرنامج، يعني عادي تحذفه بعدها. بضغط شيفت نفتح البرنامج، البرنامج فتح معايا بالتجاوز، ما تجاوزش الشيفت برنامج كده محمي. نخش عادي باسم مستخدم وكلمة سر، دخل معايا عملنا اور في غلط، عملنا اور سيد، المفروض اند. ممكن ناخد جزء نسخة من البرنامج قبل ما نعمل المرحلة دي. الغاء تمكين عمل الشيفت، ونبدأ نضغط شيفت تاني عشان نفتح البرنامج عشان نعدل الجزئية دي. طب فرصة عشان نشوف برضه الكواد. دلوقتي انا لو ضغطت شيفت هيتم تجاوز الحماية، طيب هنا هنروح على دخول المستخدمين، دخول المستخدمين نشوف الخطأ اللي احنا عملناه، بس هتواجهنا شوف هنتظهر حاجة اثناء ان احنا نشوف الخطأ. لا يمكن الدخول على الاكواد لان احنا عملنا حماية ليها. طيب هنا الغطاء هو كلمة اور، يبقى كده لو اسم المستخدم ساوى سيد او كلمة السر ساوى الرقم اللي احنا عاملينه هيتم الدخول لنموذج الشيفت. لا احنا عايزين نعملها ان عشان نطبق الشرطين في نفس الوقت. ونرجع نقفل البرنامج تاني، إلغاء عمل الشيفت، وبكده البرنامج يكون جاهز معانا للاستخدام. ممكن تعطي لأي حد يستخدمه وانت مطمن ان مفيش حد هيقدر يخش على التصميم بتاعك. وان شاء الله في المرات الجاية هنبدأ نتجاوز المرحلة دي وندخل على شروحات تانية نعملها داخل البرنامج. كده البرنامج شغال معانا تمام، مفيش فيه اي مشكلة. في حاجات كتير لسه تتعمل في البرنامج، بس بشكل مؤقت احنا كده خلصنا
يعني ممكن حد، لو حد عايز يبدأ يستخدم، حد عنده مستودع عايز يشغله يبدأ يشغله بالشكل ده، وأي إضافات نضيفها عليه بعد كده إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لك تعليق أو استفسار اكتبه تحت الفيديو. افتح إظهار المزيد لو فيه روابط تحميل. اشترك في القناة عشان يوصلك الجديد. ولسهولة التواصل عملنا صفحة على الفيسبوك، يشرفنا انضمامك ليها. اكسس دروس فيديو، اعمل إعجاب ومشاركة للصفحة عشان يوصلك الجديد. ولو لك تعليق ممكن تكتبه. الفيديوهات هتنزل على الصفحة أول بأول. من هنا الحلقة التالية، ومن هنا الحلقة السابقة، ومن هنا واجهة القناة والفهرس. لو الروابط مش شغالة بلغني. حمل الفيديوهات على جهازك، ومن وقت للتاني تابع الجديد والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.